يعطيكم العافية يا شباب ويا صبايا. بدي أحكي اليوم على موضوع كتير مضايقني أنا شخصيا، موضوع لما تيجي تفطر. طبعا كلكم بتفطروا وهذا إشي أكيد. لما تيجي تفطر كل يوم، مثلا تكون أنت معك مجموعة من أصحابك هيك قاعدين، فبتحكي لهم شو رأيكم يا شباب اليوم نفطر مع بعض؟ لا والله إحنا شبعانين. فأنت راح تفطر لحالك، فبتروح بتجيب طبعا فطورك المعتاد يعني على قدك. فاول ما تحط الفطور بتحكي لهم تفضلوا يا شباب. طيب ماشي ماشي يلا جايين. فبتلاقي اول واحد بيجي بيمسك لك الخبزه، هذه الخبزه هيك، هذه لقمه وهذا فطور لشخص واحد. بعدها يا كبير بتلاقي رابطه الخبز اشتغلت ولاحق عليهم سندوتشات وفرط الشده يا معلم. يعطيكم العافيه.